أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 40 مليار و343 مليون دولار بنهاية شهر أبريل الماضي. وذكر البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل الماضي مقداره 6 ملايين دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس السابق، والذي سجل فيه 40 مليار و337 مليون دولار. We'll be right back.